إذن لمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر وغيره من أخبار الصحافة الروسية ينضم إلينا الآن الزميل حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية في موسكو. صباح الخير حسين، بداية بعد التحية، يعني لو تطلعنا على تفاصيل هذا الخبر وإعلان إحدى الشركات الروسية عن مكافأة ضخمة لإسقاط أول طائرة F-16 في أوكرانيا. نعم حبيبة، صباح الخير لك وللشير للسادة المشاهدين. دائما نحاول أن نبتعد عن أخبار الحرب وعلى الأقل في فترة الصباح، إلا أن التطورات هي دائما ما تذهب بنا نحو الحرب ونحو الصراع. الجانب الروسي وتحديدا الشركات الخاصة في الداخل الروسي، وبعد سلسلة من الخطوات التي قامت بها القوات الروسية في تدمير المعدات العسكرية الغربية في الأراضي الأوكرانية، بدأت الشركات الروسية، شركات خاصة، بدأت بإعلان عن تقديم جوائز إلى جميع من يقومون بتدمير المعدات الغربية. إلا أن التطور الجديد هو ما أعلنته شركة فوربس الروسية، بالإضافة أيضا إلى شركة أورال، عن تقديم جائزة 15 مليون روبل، أي ما يعادل 170 ألف دولار، لمن يقوم بإسقاط أول مقاتلة من طراز F-16 في الأراضي الأوكرانية بعد تسلمها من قبل القوات الأوكرانية. هذه الجائزة أو هذا الإعلان أثار حالة من البلبلة في الداخل الروسي، حيث أن هذا الإعلان دفع عدة أشخاص وهم ليسوا عسكريين، دفعهم إلى تبنيهم وإلى إعلانهم عن نيتهم بالمشاركة في العمليات العسكرية من أجل إسقاط المقاتلة الأمريكية للحصول على الجائزة. إضافة أيضا إلى أن هذا الإعلان هو أتى من قبل شركات خاصة، أولا كمساعدة للذين يشاركون في العملية العسكرية، وثانيا أيضا كتحفيز لهؤلاء المشاركين على ضرورة الاستمرار في القتال، وأيضا ضرورة تحقيق انتصارات كما تسميها السلطات الروسية. وفي حال استطاع المقاتلين الروس من إسقاط مقاتلات F-16 فإن الرد أو فإن تكريمهم والأمور التي ستعلن عنها القيادة الروسية لن تقتصر فقط عند مبلغ 15 مليون روبل، لأن هذا الأمر بحد ذاته هو أمر إيجابي على روسيا، فإن تدمير مقاتلة F-16 ليس بهذه السهولة، وخاصة أن الصراع بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية هو على عدة أمور وعلى عدة مسارات. المسار الأول وهو في الميدان، يليه مسار اقتصادي، مسار جيوسياسي، وأيضا التبارز بالأسلحة إن كانت من قبل روسيا وإن كانت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا فعلا حسين، يعني هذا الخبر ممكن أن يحدث بلبلة، ولكن من الحرب الروسية أنتقل معك إلى أخبار الطقس. وتناولت الصحف الروسية أخبار عن ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة تضرب موسكو ودفع السكان إلى الهرب منها، ما تفاصيل هذا الخبر؟ بالفعل اليوم الحرارة في موسكو تلامس 30 درجة مئوية، هذه النسبة لم تشهدها العاصمة الروسية موسكو منذ سنوات. هذا الأمر دفع عدد من السكان الروس إلى مغادرة العاصمة إلى الأرياف، وأيضا البعض الآخر الذين لا زالوا داخل العاصمة يقومون باللجوء إلى الحدائق العامة وأيضا إلى الأماكن التي يوجد فيها نوافير للمياه من أجل الهروب من درجة الحرارة المرتفعة. بطبيعة الحال 30 درجة مئوية بالنسبة لموسكو فهذا رقم قياسي، نظرا إلى أن موسكو تعيش غالبية الأشهر من العام مزينة بالثلوج ودرجة حرارة متدنية جدا. الآن الحرارة في موسكو مرتفعة جدا، وهذا الأمر دفع عدد من السكان إلى الخروج من العاصمة باتجاه الأرياف، وأيضا البعض الآخر في حال لجأنا إلى المراكز الحدائق العامة وإلى الأماكن العامة في العاصمة نرى
الإشارة بأن جميع الحدائق مملوءة بالسكان، بالإضافة أيضا إلى أن السكان الروس يحبون فصل الصيف بسبب عدم وجود هذا الصيف في روسيا، وأيضا يحاولون الآن بكسب جميع الأيام الحالية ونظرا إلى ارتفاع درجة الحرارة، أي الآن الروس يقومون بالاستمتاع بارتفاع درجة الحرارة من خلال الجلوس. حسين، يوجد أيضا أخبار أخرى في نفس السياق تناولتها الصحف الروسية عن سفر الروس إلى الخارج بهدف السياحة وتحديدا إلى مصر، لو تضعنا في تفاصيل هذا الخبر. بالفعل كنت سأشير إلى هذا الأمر بأن عدد من الروس يتجهون الآن إلى الأرياف والبعض الآخر إلى الحدائق العامة، لكن السفر بالنسبة للروس هو أمر إلزامي، فعلى الأقل يجب السفر إلى الخارج أو السفر بهدف السياحة مرة في العام، هذا على الأقل بالنسبة للمواطن الروسي، حتى لو كان المواطن حياته المعيشية متدنية جدا فيجب عليه السفر إلى الخارج، هذا أمر أصبح أمر عرفي بالنسبة للمواطنين الروس. بطبيعة الحال مصر هي من الوجهات السياحية الأولى لدى المواطن الروسي، فهنا عندما نتجول في الداخل الروسي وعلى الفور عندما يسمعونا نتكلم باللغة العربية فهم على الفور يسألون من أين، من مصر، لأنهم يعرفون بعض الكلمات في اللهجة المصرية بسبب كثرة ذهابهم إلى مصر، وأيضا في إطار السياحة وفي إطار أيضا الاستمتاع بالأثار الأثارات المصرية وأيضا بالبحر في مصر، إضافة أيضا إلى أن المواطن الروسي يذهب إلى مصر أيضا بسبب توفر الموارد والخدمات التي يحتاجها المواطن الروسي، ولعل العلاقات السياحية أو القطاع السياحي لعله هو القطاع الأبرز في تعزيز التعاون وتعزيز العلاقات بين روسيا ومصر، وخاصة أن غالبية الشعب الروسي يعرفون مصر أكثر بكثير من معرفتهم لأي دولة أخرى في العالم، نظرا إلى عدد السياح الروس المتواجدين داخل مصر، حيث أن أيضا بعض الشركات الروسية أكدت لنا على أن العدد قابل للارتفاع خلال الشهر القادم، وأيضا خلال الأعوام المقبلة عدد السياح الروس سيرتفع نسبة كبيرة جدا إلى الدولة المصرية، نظرا إلى تعزيز الخدمات في مصر وأيضا نظرا إلى حب وأيضا المعرفة الروسية وتحديدا في قطاع السياحة في الأراضي وفي الأثارات المصرية. بشكرك شكرا جزيلا الزميل حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية في موسكو، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.